نشاهد الآن صاحب إحدى حقول الدواجن وهو يتحدث عن أسباب التظاهرة ويتهم الحكومة الحالية بمحاربة المنتج المحلي. وصار لنا 4 أشهر من بيع الكرتونة ب20 دينار و20 ألف، وهذا البيض اللي يجينا من أوكرانيا ومن تركيا، يعني إحنا دولتنا جاي يشغل العمال الأوكران والإيرانيين والأتراك. إحنا هسه نقدر، أنا أقدر أودي بضاعة الكردستان أبيعها؟ يقبلونها؟ يقبلوني أنا كمواطن عراقي أطب الكردستان؟ إذا ما يختمون لي ويسوون لي فيزا ويطلبون معلومات كاملة عني، ليش يدخلوننا هذا البيض دمرونا؟ احنا مطلوبين، شركات صارت مطلوبة، فلست، شنو السبب؟ غير برلماني دحجنا، حكومة دحجنا، الوزير دحجنا، ماكو النادي والناشد، هاي صار 4 أشهر وكل قبض ماكو. يعني أي دعم من الدولة ماكو؟ ماكو أي دعم من الدولة، يستوردون البروتين هو ب$600 يجيبونه مليونين عراقي، مليونين عراقي ويبيعونه مليون، ينطون الدعم للتاجر ولجيوب الفاسدين. الصويا هي $200 يبيعونها علينا ب$400، يعني احنا ما جاي يدعمونا، جاي يحاربونا، جاي يحاربون هاي المشاريع، حتى المشاريع ما تمشي بيضها هنا حتى ينفتح الاسواق مال او المنتجات مال دول الجوار علينا.